معي على الهاتف المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه. مساء الخير يا احمد بيك. مساء الخير استاذ تامر. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم وسنه سعيده عليك يا رب. شكرا جزيلا وعلى حضرتك وعلى جميع المشاهدين. حضرتك طبعا متفق معي ان علاقتنا الدوليه مع كل الدول مهمه، فما بالك اذا كانت جاره افريقيه شقيقه. انا اتفق معك تماما، ودعني اشير الى ان تنزانيا الحقيقه دوله كبيره، دوله مهمه في دول حوض النيل، دوله يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمه، دوله تربطها بمصر علاقات تاريخيه منذ عام 62، وعلاقات خاصه كانت موجوده بين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس نيريري. وبالتالي نحن نتحدث بالفعل، يعني يوجد في دار السلام شارع باسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. صحيح. وإذا شهدنا اليوم ما تحدث به وزير خارجية تنزانيا سواء خلال الاجتماع، أنا آسف يا أحمد بيك، هو من قبيل الطرفة والله، بس هم عندهم شارع اسمه جمال عبد الناصر وإحنا عندنا حي اسمه دار السلام اللي هي عاصمة تنزانيا. بالتأكيد، يعني هذا يعبر بالفعل على عن علاقة تاريخية وعلاقة عميقة على مستوى الشعبين. وبالتالي الى جانب الاهداف او الاعتبارات الاستراتيجيه اللي حضرتك اتكلمت عليها فيما يتعلق بحوض النيل ونهر النيل. تمام. اليوم كانت الدوره الثالثه للجنه المشتركه بين البلدين. نحن نعلم ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزياره الى تنزانيا في اغسطس 2017 العام الماضي. ومنذ هذه الزياره، وكانت نعتبر هذه الزياره هي انطلاقه جديده ودفعه جديده للعلاقات الثنائيه بين البلدين. اليوم تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات سواء في مجال التدريب الدبلوماسي او في مجال الزراعه او في مجال السياحه. مصر اطلقت مشروع كبير لحفر 100 بئر في تنزانيا، تم الانتهاء من 60 بئر منهم على مرحلتين، مرحله في 2013 ومرحله في عام 2017. هناك اهتمام كبير من جانب تنزانيا بالاستفاده بالخبرات المصرية في مجالات عديدة. نحن استمعنا اليوم لوزير خارجية تنزانيا في المؤتمر الصحفي يقول أن أكبر جسر في تنزانيا يقوم ببنائه وتشييده مهندسون مصريون. تمام. وبالتالي هناك تعطش في الحقيقة، وهذا ما شعرنا به اليوم في الاجتماعات، تعطش كبير للتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية، وينظرون إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى في القارة التي لديها قدرات اقتصادية وقدرات فنية تحتاج إليها الدول الإفريقية. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ونتمنى أن هذه العلاقات السوية والممتازة تمتد جسورها مع كل الدول الإفريقية حتى اللي بيننا بعض الاختلافات.